بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين ونناقش فيهما أهم الأخبار اليوم والبداية من العناوين. طالبان ترجئ مجددا إعلان حكومتها ومقاومة بنشير تنفي سقوط الإقليم بيد الحركة والاشتباكات مستمرة. بعد معاقبة طهران، واشنطن تقول إنها لن تنتظر إلى الأبد عودة إيران إلى المحادثات النووية. وفد لبناني رفيع للمرة الأولى في سوريا ودمشق ترحب بمرور الطاقة إلى لبنان عبر أراضيها. من احتكار السلطة إلى الرحلات العائلية والطوابير أمام المصارف، فأسئلة برلمانية صعبة بانتظار إجابات دبيبة. كما أرجأت حركة طالبان مجددا اعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكره عن السنوات المقبله في افغانستان حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومه مسلحه في وادي بنشير وذكرت تقارير ان قتالا يدور بين قوات طالبان وقوات المعارضه في وادي بنشير والواقع شمال العاصمه كابل وهو اخر اقليم لا يزال صامدا وبعدما قالت مصادر من طالبان أمس إن الحركة سيطرت على الوادي نفت المقاومة تلك المعلومات وقال فهيم داشتي المتحدث باسم جبهة المقاومة والتي تضم قوات معارضة موالية للزعيم المحلي أحمد مسعود إن قوات طالبان وصلت إلى مرتفعات دربند على الحدود بين إقليمي كبيسة وبنشير ولكن تم صدها واضاف دشتي في تغريده ان الدفاع عن معقل افغانستان لا ينكسر وقال مصدر في طالبان ان القتال مستمر في بنشير ولكن التقدم تباطا بسبب الالغام الارضيه والمزروعه على الطريق المؤديه الى العاصمه بازارك ومجمع حاكم الاقليم واضاف المصدر ان عمليات ازاله الالغام والهجمات تجري في نفس الوقت اخبار متضاربه من وادي بنشير المنطقه الوحيده الخارجه عن سيطره حركه طالبان مساء الجمعه اعلنت الحركه سيطرتها على كامل افغانستان بعد معارك ضاريه وانباء من ثلاثه مصادر داخل الحركه اكدت سقوط وادي بنشير شمال شرق البلاد بيد طالبان واحتفالا بسيطرتهم على وادي بنشير معقل جبهه المقاومه الافغانيه، اطلق عناصر الحركه النار في سماء العاصمه كابول، وكتب المتحدث باسم طالبان الحنفي وردك على حسابه في تويتر انه تم تطهير منطقه بريان الكبيره والاستراتيجيه في بنشير بالكامل. في المقابل تحدثت تقارير إعلامية عن فشل محاولة طالبان اقتحام بنشير الليلة الماضية وتكبدها خسائر ملموسة. تبعتها أنباء تحدثت عن هروب أحمد مسعود زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية ونائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح إلى طاجكستان. لكن أمر الله عاد وظهر في فيديو ليؤكد أنه موجود في بنشير. وان قتالا عنيفا يدور بين جبهه المقاومه وحركه طالبان، تلاه فيديو اخر لاحمد مسعود يظهر الاشتباكات في وادي بنشير. علي ميسم نظاري المتحدث باسم الجبهه والمسؤول عن العلاقات الخارجيه فيها، نفى مزاعم طالبان ايضا واكد ان الزعيم الافغاني لن يتخلى يوما عن القتال من اجل الحريه والعداله. اللافت أن أحمد مسعود قال لقناة تولو نيوز يوم الجمعة إن المقاومة تتعرض لهجوم تشارك فيه القاعدة احتدام الاشتباك في وادي بنشير جاء بعدما أفضت محادثات بين الطرفين خلال الأيام الماضية إلى طريق مسدود عرض خلالها على مسعود مقعدين للجبهة في الحكومة الجديدة فيما طالب هو بمستقبل أفضل لأفغانستان وفيما اعلن الطالبان انفتاحا على المجتمع الدولي واجهت داخليا ولليوم الثاني على توالي تظاهره نسائيه في العاصمه كابول مطالبه بحقوق في التعليم والعمل والحريات ومنع الطالبان النساء من التوجه الى القصر الرئاسي وفرقت هذه التظاهره <applause> موسیقی <applause> است یا از کشورهای منطقه هست که این طرف را قطعا به رسمیت نشناسند قطعا برشان اصلا این شعارا شعارای دروغین هست. بشتر ما است بیشتر با یکی از طالبان میگفتم که از ما فاصله بگی که خلاف شدید است اصلا قبول نکرد که ما هرگز مطلبنا من حركه طالبان تفعيل المدارس والجامعات للطلبه وتوفير فرص العمل لابناء الشعب، نريدهم ان يمنعوا السطو المسلح والحد من القتل. الامن جيد في كل انحاء البلاد والناس سعداء، لكن قله العمل وعدم اعلان الحكومه ازعج الناس والجميع مرتبك. الناس لا يعرفون ماذا سيكون مستقبل الوطن، فالجميع في حيره من امرهم. وللحديث عن كل التطورات في أفغانستان ينضم إلينا من دبي سامويل ويربرغ الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الامريكيه اهلا ومرحبا بك سيد سامويل معنا في الاخبار الليله طبعا ودائما على شاشه الحدث بدايه نستفيد من وجودك معنا حتى نعرف موقف الولايات المتحده الامريكيه من معركه بنشير تحديدا بعد انسحابها نهائيا من افغانستان اين تقف اليوم واشنطن الى جانب من من الطرفين المتقاتلين طالبان ام المقاومه مقاومه احمد مسعود إذن أولاً شكراً يا ربا على الاستضافة والدعوة ومحباً. وشكراً وكما تعرف وكما سمعنا من رئيس بايدن. أه بالنسبة للتداخل الامريكي العسكري أه انتحينا من الحرب، انتهينا من التداخل العسكري الامريكي في الحرب في الافغانستان وكما أه قال الرئيس بايدن أه انتحينا من من الاسباب لماذا أه وحققنا أه الهدف أه لماذا دخلنا في الافغانستان منذ سنوات، منذ اكثر من 10 سنة بالنسبة القبض على من أه يقوم بالهجوم على أه الولايات المتحدة في هذار في سبتمبر بالنسبة منع أفغانستان من يكون أرض خصبة لشن حجمات ضدنا وضد حلفائنا وإلى آخره إذا ليس لدينا تعليق بالنسبة هذه المعركة الولايات المتحدة الآن متركزين ومنخرطين بالنسبة لعملية الإجلاء بالنسبة للاجئين والأمريكيين اللي كانوا في أفغانستان ونحن الآن نركز على ال ال كل الوسائل لدينا نعم. لنقوم بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني نعم أفهم تماما من كلامك سيد سامويل أنه لا موقف اليوم للولايات المتحدة من معركة بنشير ولكن يرى البعض أن المعركة محسومة بالأساس لصالح طالبان هل ممكن أن تكون جزء من الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان بعد المباحثات طويلة الأمد التي جرت بين الطرفين؟ إذا الآن هل الوقت للطالبان كحركة لتأخذ القرار هل هل هي تكون حركة عسكرية وتكون دائما في الحرب أو هل فعلا هي تريد أن تأخذ السلطة والحكومة لأن معاركة شيء ولكن حكومة شيء آخر والحكومة ولتكون الحكومة لازم تفكر أن حقوق الإنسان والاقتصاد والتجارة العلاقات الدوليه، إذا حان الوقت الآن لوقف الإطلاق النار على صعيد الدولة بشكل عام، والولايات المتحدة تراقب الأمور، وكما رأينا الولايات المتحدة ليس فقط الوحيد لتراقب الأمور لأن نعم. كنا مع الدول الأخرى في مجلس الأمن بالنسبة للقرار. نعم. الكل يترقب والمين. الكل يترقب سيد صمويل ولكن العين على الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لاقت الكثير من الانتقادات بعملية اليوم كيف ممكن أن تبني واشنطن موقفها من أي حكومة ممكن أن تعلنها طالبان على أي أسس؟ وهل يعني يجري التشاور فعلاً دولياً كما يقول مسؤولون من حركة طالبان؟ إذا أنا لا أريد أن أستبق الأمور لأن ما زال ليس لدينا صورة واضحة حول من هو الحكومة من منهم جزء من الحكومة الأفغانية الجديدة إذا ما زال نستنى التفاصيل ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تشتغل مع شركاؤنا وحلفاؤنا وكما تعرف كنا لدينا حوار ولدينا التواصل مع الطالبان مع حركه طالبان في الدوحه في المفاوضات الدبلوماسيه ونحن سنستمر في ذلك وسنستمر في الحوار مع دول اخرى لديها نفوذ ولديها اتصال مع طالبان ولذلك كما سمعنا من وزاره الخارجيه منذ يوم وزير بلينكين هو سيسافر الى قطر والمانيا وهو سيقوم بمشاورات مع حلفاؤنا وشركائنا وايضا في المانيا سيكون ماذا على نعم على ماذا يعتمد على ماذا يعتمد اعاده التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحده الامريكيه في في كابول على شكل الحكومه؟ هناك مواقف للكثير من الدول، دول تقول بانها موضوع الاعتراف بحكومه تعلن عنها طالبان سيتوقف على شكل هذه الحكومه اذا كانت توافقيه شامله ممكن أن يصار إلى الاعتراف فيها ودول أخرى ربما يعني ستتعامل فقط مع سياسة الأمر الواقع ولن تعترف بحكومة مهما كان شكلها هل لنا أن نعرف منك حقيقة كيف سيكون الموقف السياسي على الأقل للولايات المتحدة من هذا الشأن؟ إذا حتى الآن الولايات المتحدة لا تعترف أي حكومة جديدة في أفغانستان ولدينا نقلنا السفارة من كابول إلى الدوحة ولدينا الفريق هم يشتغلوا الآن حول كل الملفات المهمة مرتبطة بأفغانستان بما فيها عملية الإجلاء وتقديم المساعدة الإنسانية والجهود الدبلوماسية مع البدن الأخرى إذا حتى الآن ليس هناك قرار بالنسبة أي اعتراف حول الطالبان او اي حكومه جديده او اي اسماء في الحكومه الجديده طيب سيد سامويل يعني تحدثنا عن موضوع التنسيق مع الحلفاء ومع شركاء دوليين للولايات المتحده الامريكيه، هل يجري التشاور او التنسيق حول موقف موحد من التطورات على الاقل السياسيه في افغانستان؟ تحديدا مع الحلفاء الاوروبيين بعد الانتقادات الكثيره التي وجهوها لواشنطن لعدم التنسيق معهم اثناء الانسحاب من, من افغانستان إذا هذا جزء مهم من الزيارة وزير بلينكن لألمانيا في هذه الأيام القادمة وسيكون اجتماع على صعيد الوزراء ليناقشوا هذا الموضوع وليتفقوا حول الشروط والتوقعات وسمعنا كان هناك اتفاق في المجلس الأمن حول التوقعات التوقعات لدينا من الطالبان وبالنسبة للشروط نتوقع من طالبان بالنسبة احترام حقوق الإنسان واحترام النساء وفتيات والحكومة الشاملة إلى آخره إذا كان هناك اتفاق في مجلس الأمن كان هناك بيان من أكثر من مئة دولة بالنسبة توقعت لدينا بالنسبة حرية السفر من وإلى أفغانستان إذا وزير بلينكن هو سيستمر في هذا الحوار مع شركاؤنا في ألمانيا في الاجتماع طيب في بعض الانتقادات ايضا التي يثيرها البعض بان موضوع حقوق المراه والحريات وكل الشان الداخلي الافغاني هو حقيقه لا يعني المجتمع الدولي بمن فيهم الولايات المتحده الامريكيه وحتى الاوروبيين ولكن يعنيهم مصالح خاصه بهم، كيف ترد على هذه الانتقادات او هذه الاراء؟ اذا ماذا نريد نرى من الطالبان الان من من حركه طالبان اذا الانجازات التي حققتها النساء الافغانيات والفتيات نريد ان نستمر في كل هذه الانجازات ونريد ان نرى الحكومه الجديده التي ستحترم حقوق النساء وحقوق الاطفال وحقوق الانسان بشكل عام في افغانستان والولايات المتحده برغم من عدم الاعتراف اي حكومه جديده وبرغم من العقوبات لدينا عن طالبان لدينا الامكانيه لنقدم المساعده الانسانيه ولنقدم المساعده للاقليات وللنساء عبر منظمات غير حكوميه كما لدينا في بلدان اخرى عندما ليس لدينا العلاقات الدبلوماسيه مع هل ستستخدمون و... ورقه الضغط تحديدا فيما يتعلق بالاموال الافغانيه الموجوده في, في الولايات المتحدة الأمريكية كورقة ضغط لإجبار طالبان على تنفيذ التزاماتهم وما تم الاتفاق عليه سابقا؟ لدينا وسائل كثيرة لدينا إمكانيه لنستعمل العقوبات ولدينا الإمكانيه لنستعمل الوسائل الأخرى الماليه أو وسائل أخرى، وأنا لا أريد أن أستبق أي قرار من البيت الأبيض أو الوزارة الخارجيه، ولكن نعم لدينا الوسائل ولذلك سنكون في التواصل مع الطالبان مع طالبان، مع الحكومه الجديده عندما هم تشكل الحكومه الجديده والدول الأخرى في المنطقة.

لو سمحت لي انا اريد ان استفيد من وجودك معنا سيد سامويل ايضا لنعرف بعض المواقف والاراء من الولايات المتحده الامريكيه اذا ما تبلورت طبعا فيما يتعلق بشان اخر ليس فقط افغانستان اليوم في ليبيا هناك اشتباكات تدور جنوب العاصمه طرابلس الى اي مدى تعتقدون كيف تراقبون طبعا بدايه هذه التطورات العسكريه على الارض وكم تعتقدون انها ستؤثر على اي استحقاقات انتخابيه مقبله في ليبيا نعم نعم وشكرا على السؤال لان لدينا قلق حول اي اشتباكات واي عنف في ليبيا لان كما راينا في ليبيا بعد سنوات من الحرب والاشتباكات والانتهاكات ضد حقوق الانسان وتدخل اجنبي وتدخل من المرتزقه من بلدان اخرى مثل روسيا وتركيا لا نريد ان نرى اي اشتباكات الان القاده الليبيين هم لديهم طريق للانتخابات في شهر ديسمبر والولايات المتحده عبر المبوث الخاص ريتشارد نورلاند سندعم اي جهود بناء وتعاونيه بين الاطراف الليبيه. اذا الولايات المتحده تدعو لكل الاطراف الليبيه ان الجلوس على الطاوله وتقوم بالاستعداد اللازمة قبل الانتخابات. مم. ايضا في شان اخر يتعلق بالعراق، انتم تدعمون طبعا الاستحقاقات السياسيه والانتخابيه تحديدا وهو الموعد يقترب بكل الاحوال في اكتوبر المقبل. اليوم الصدر عاد عن قراره بمقاطعه هذه الانتخابات واعلن انه ينخرط فيها، الى اي مدى ترى الولايات المتحده ان كل العقبات ربما بذلك تبددت امام الاستحقاقات الانتخابيه وتتوقعون ان تكون في موعدها المحدد؟ إذن في نهاية المطاف من سيدير البلد؟ من سيكون في الحكومة؟ من سيشارك في الانتخابات؟ كل هذه الأسئلة أمام الشعب العراقي ليس الولايات المتحدة. والولايات المتحدة ستدعم الانتخابات وستدعم الحكومة العراقية ستشتغل مع الأمم المتحدة لدعم العملية للانتخابات وهذا الأهم شيء وكما ذكرنا الاختيار بالنسبة من سيدير ومن سيحكم البلد هذا على يد العراقيين فقط أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات وشكرا على قبول الاستضافة من دبي كنت معنا سامويل ويربرغ الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية شكرا لك الأخبار الليلة مستمرة وفيها أيضا بعض الفاصل الخارجية الإيرانية تدعو واشنطن للتخلي عما وصفته بإدمان الحظر وتقول إن بايدن على خطط ترامب. واقتصادية وسياسيه واحتجاجات شعبيه طالبت بالتغيير. تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات. واكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقيه من تحليل ورصد ومتابعه. وقراءه للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقيه كل سبت وثلاثاء السابعه بتوقيت غرينتش على شاشه الحدث كل منهم لديه مهمه باحثين عن المعلومه لياتوك بالخبر حتى وان كانت الظروف صعبه ساذهب مباشره بالصوره ومهما كلفهم الامر لا يتراجعون يوما بعد يوم مستمرون مراسلو الحدث بكم من جديد، في رده على العقوبات التي فرضتها الخزانه الامريكيه على افراد ايرانيين، قال المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه انه لا خيار امام واشنطن سوى التخلي عما اسماه ادمان الحظر واحترام طهران. ياتي ذلك في وقت اكد فيه المبعوث الامريكي الخاص لشؤون ايران روبرت مالي ان بلاده لن تنتظر عوده ايران للمحادثات النوويه الى الأبد. على واشنطن التخلي عن ادمانها الحظر واستخدام الادب والسلوك المحترم تجاه طهران. رساله ايرانيه عاليه اللهجه وجهها المتحدث باسم الخارجيه سعيد خطيب زاده ردا على فرض واشنطن عقوبات على شبكه تطارد المنشقين في الخارج. فالتحرك الامريكي يعارض المطلب الاساسي للمفاوضين الايرانيين في فيينا المتمثله برفع العقوبات. وعليه فشلت ست جولات من المحادثات النووية بالتوصل إلى اتفاق وتتجه الأنظار حاليا إلى طهران التي لم يطلق رئيسها الجديد أي مؤشرات في العودة إلى التفاوض غير أن تلك المماطلة يقابلها نفاذ صبر أمريكي المبعوث الخاص لشؤون إيران روبرت مالي وفي مقابلة مع بلومبرغ نيوز قال إنه لا يمكن لواشنطن أن تنتظر إلى الأبد بينما تواصل طهران تقدمها النووي. ذلك أنه بعد مرحلة ما ستكون العودة للاتفاق النووي أقل قيمة بالنسبة للولايات المتحدة اسرائيل من جانبها وفي اجتماع لرؤساء المنظمات اليهوديه في امريكا الشماليه دعا رئيس وزرائها الى التركيز على استراتيجيه بديله اوسع عن الاتفاق النووي مشيرا الى انه قدم خلال لقائه بالرئيس الامريكي رباعيه للتعامل مع طهران تقوم على منعها من تخصيب اليورانيوم ووقف اي عدوان اقليمي وتجميد برامجها للاسلحه والصواريخ البالستيه الصمت الايراني ازاء الانخراط في جوله مفاوضات جديده راى فيه مراقبون رساله تعكس رغبه ضمنيه باتباع نهج جديد في التفاوض للحديث عن هذه التطورات تنضم الينا من واشنطن الدكتور نيدا بولورتشي أستاذة دراسات الشرق الادنى في جامعه رادجرز اهلا ومرحبا بك دكتور معنا في الاخبار الليله اذا اعتبرت طهران ان العقوبات الاخيره التي فرضت من قبل الولايات المتحده الامريكيه على اربعه من افراد ايرانيين هو ادمان على العقوبات وقالت بانه لا يوجد طريقه امام واشنطن سوى التخلي عن هذا الادمان واحترام طهران قولا وفعلا كيف نتوقع ان يكون الرد الامريكي على ذلك ان واشنطن سترد على مساله الادمان على انها آه عمليات آه آه اخذ وعطاء ورد على ما يحدث بين ايران واسرائيل وستحجج واشنطن ان آه العقوبات هي اليه امن للتعاطي آه مع ايران ومفاعلها واي عمليات عسكريه تقوم بها طيب إلى أي مدى ممكن أن تكون هذه العقوبات التي تفرض أو التي تستمر واشنطن بفرضها على إيران كمؤسسات أو كأفراد هي في سياق زيادة الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات النووية وبالشروط الأمريكية؟ إن كانت هذه العقوبات موجهه على خمسه اشخاص هل هم فعلا تحت ظل الحكومه الايرانيه والى اي حد تهتم الحكومه الايرانيه او النظام الايراني حول هؤلاء الخمسه ومدى اهميتهم للنظام فان لم يهتموا لهؤلاء الاشخاص او موظفي الاستخبارات كما يدعى فإنهم مجرد أفراد ولن يؤثروا على إيران فهم ليسوا ضد البنك المركزي أو قيادة سياسية مهمة بل أربعة أو خمس أفراد لهم أهمية بالنسبة للولايات المتحدة النظام الإيراني قد لا يرى هذه الأهمية نعم طيب اذا هل هي محاوله للحفاظ على الحياه التي سلبت من اجواء العقوبات الامريكيه على ايران كما تراها طهران وتقول بانها باتت ادوات فارغه وحقيقه هل هذه العقوبات تؤتي بثمارها بالنسبه لواشنطن؟ اهميتها تكمن بانها تستعرض امام المجتمع الايراني ان واشنطن تقوم بشيء فهي تسعى لحمايه حماية حريه الراي وكذلك المتظاهرين وهناك حديث كثير عن حقوق الحرية أو الحريات فالعلاقات ليست كمصر أو السعودية فهناك علاقة جيدة بين الدولتين فيمكن الخطاب أن يكون مباشر لكن ليست هناك علاقات مع إيران وبالتالي هناك سعي لتأكيد هذه المسألة مسألة الحريات إضافة إلى ذلك هناك ضغط إضافي من هذه العقوبات ليست على النظام وليست على شخصيات مهمة سياسية. وبالتالي في هذا الإطار فهي تبين أن إدارة بايدن تقوم بشيء لكن ليس له الأثر الكبير الذي كان للعقوبات السابقة. اذا لا يمكن ان يصار الى اعتبارها انها تاتي في اطار تغير في استراتيجيه واشنطن فيما يتعلق بملف التفاوض النووي مع ايران وبفعل ضغوطات اسرائيليه اعتقد اننا يمكن ان ننظر الى المساله على استمرار الضغط على ايران وبالتالي يعزز موقف اداره بايدن وادعاءاتها حول حريات الانسان وهي تعاقب من ينتهكون حقوق الانسان وتحمي من لهم او, أو, أو تحمي حلفاء الولايات المتحده في الشرق الاوسط كاسرائيل والسعوديه. وهي تبين امامهم انها تقوم بخطوات مهمه فهي تشعر اعداء ايران بان الوضع افضل لهم وان اداره بايدن تقوم بخطوات مهمه ولكن في حقيقة الأمر يعني إذا كانت هذه العقوبات لا تؤتي بثمارها تماما وهي ربما تكون شكلية. كيف نتوقع أن يكون سقف المطالب الأمريكية في أي مفاوضات مرتقبة؟ خاصة وأن هناك تصريحات أمريكية تقول بأنهم لن ينتظروا إيران إلى الأبد حتى تعود إلى المفاوضات. كما سمعنا من ايران مؤخرا فهناك مؤشرات على ان المفاوضات لن تستأنف على لشهرين او ثلاث لانها اداره رئيسي جديده وانا اشكك في هذه المساله فهي طريقه لكسب الوقت فإدارة رئيسي مطلعة جدا على ملف الملف النووي فقد كانوا مشاركين في وقد استدعي ظريف ليعطي المعلومات حول الملف النووي حول أفغانستان وبالتالي إيران بحاجة إلى ثلاث أشهر إضافية هذه مسألة فيها تشكيك وأراها على أنها مسألة كسب الوقت ولزيادة ضغط إيران واستئناف عملها مع على الملف النووي وتعزيز علاقاتها مع طالبان وفي الشرق الاوسط وفي بغداد يمكن لايران ان تفعل الكثير في شهرين او ثلاث فهي المساله ليست الصفقه والمفاوضات النوويه بل ايران تقوم باشياء كثيره ستحققها خلال الاشهر الاثنين او الثلاث القادمه مع هذه المماطله ومحاوله كسب الوقت من ايران اين او متى من المتوقع برايك أكثر أن تلجأ حكومة أو إدارة بايدن إلى الخطة البديلة عن اتفاق 2015 كما تطلب إسرائيل؟ لأن إدارة بايدن تريد أن تمضي قدما بالدبلوماسية فسيكون هناك مناقشات مع السفير السابق مع في اسرائيل ليروا نقاط مهمه تشمل وقف ال... او وقف ال... اي مؤتمرات وبالتالي الضغط على طالبان وعدم الدخول بعلاقات مهمه مع ايران وبالتالي الدعم للسعوديه وللامارات في مساعيهم وعلاقاتهم الان مع العراق وهناك نشاطات كثيره وفعاليات نراها في الشرق الاوسط ستدفع من خلالها الحكومات ضد بضغط كبير ضد ايران وتعرف ايران انها تريد ان تحسن هذا الموقف وتحسن علاقاتها مع حكومات الشرق الاوسط وكذلك القوقاز ودول اسيا وبالتالي يمكن ان نرى ضغطا من حكومات حليفة للولايات المتحدة لكنها معادية لإيران وعندها عندما تقتنع إيران بأمية المفاوضات ستعود أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات من واشنطن الدكتور نيدا بولورتشي أستاذة دراسات الشرق الأدنى في جامعة رادجرز شكرا لك فاصل قصير ونعود لمواصلة ملفاتنا في الأخبار الليلة، ابقوا معنا. سنوات كانت حافله بالاحداث غير المتوقعه تعلمنا انه لا يمكن التكهن باي شيء مستقبل مبهم وغامض واسئله جديده كل يوم اكثر الاخبار تعقيدا تصبح مفهومه عندما تحلل وتقرا بالطريقه الصحيحه وبالاستعانه بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما استوديو الحدث يوميا التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش على شاشة الحدث هناك إيه مزاج شعبي عارم باتجاه أحداث تغيير شامل على المستوى السياسي هذه الاحتجاجات امتدت إلى محافظات تونسية أخرى نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس يا أخي خلي يقف هالتيار هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدولة اليوم عيد الجمهورية في تونس لن يكون يوما عاديا أنت وصفت التظاهرات اليوم بأنها انتفاضة شعبية لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاذ كل طرق الحديث مع حركة النهضة قرارات مهمة بالجملة يمكن أن نجيزها في ثلاث قرارات القرار الأول تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي برأيك كيف يمكن اليوم لتونس ان تخرج من هذه الازمه باقل كلفه؟ اهلا بكم من جديد الى ليبيا الان حيث اعلنت المؤسسه الوطنيه للنفط في ليبيا تعيين وضم كل منتسبي المؤسسه الموازيه وانهاء الانقسام الى الابد تنفيذا لاتفاق رئيس حكومه الوحده عبد الحميد البيبه ورئيس لجنه الطاقه في مجلس النواب مع رئيس مجلس اداره مؤسسه النفط وقال رئيس المؤسسه الوطنيه للنفط مصطفى صنع الله ان حقبه الانقسام بقطاع النفط انطويت الى الابد، وياتي هذا القرار بعد مطالبه اعضاء لجنه الطاقه في البرلمان اليوم بضروره الحفاظ على المؤسسه النفطيه بعيدا عن اي صراع سياسي، وطالب النواب رئيس الحكومه بتكليف مجلس اداره جديد للمؤسسه مؤكدين ان رئيس مجلس الاداره الحالي ظل في المنصب قرابه سبع سنوات في منصبه. وللحديث عن هذه التطورات من عمان ينضم الينا ادريس المغربي عضو او المغربي عضو مجلس النواب الليبي عن منطقه الهلال النفطي اهلا ومرحبا بك حضره النائب معنا في الاخبار الليله شكرا على قبول الاستضافه هذه الخطوه بتعيين الموظفين من المؤسسه الوطنيه للنفط الموازيه في مؤسسه النفط الليبيه هل حقيقه ستنهي الانقسام في قطاع النفط كما قال رأي رئيس هذه المؤسسة؟ في البداية أحييك سيدة روبس وأحيي مشاهدي قناة أهلا العربية بي. الحدث الـ 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 الإجراء اللي, تم في عملية ضم الموظفين أو ضم المؤسسين تعرف أن ليبيا كانت تعاني من قسام في موضوع الحكومات وكانت هناك حكومة في الشرق وحكومة في الغرب الحكومة المؤقتة والحكومة المجلس الرئاسي أو حكومة السراج بالتحديد من 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 اتفاق جنيف تم اعاده هيكله جميع المؤسسات هذا اجراء عادي وروتيني جدا جدا في ظل الانقسام السابق يعني هذه المؤسسه كانت قائمه في شرق ليبيا الان تم ضمها بموظفينا بقراراتها بإجراءاتها كامله الاشكاليه الحقيقيه فيه هي اللي هي قرار اللي هي المؤسسه النفط ومطالبه اهالي المناطق النفطيه بالتحديد اللي هم سكان اوباري سكان الزنتان سكان هلال النفطي من رستلوف من بريقه من جدابيه الواحات اللي هي شقره وجال واوجله ومراده بالكامل هذه المناطق يجب ان تمثل داخل هذه المؤسسه المده القانونيه اذا كنا نتحدث من جانب قانوني جانب القانوني في هذه المؤسسه المده يجب اعاده هيكله المصرف والنفط هذه من ناحيه قانونيه بعيدا عن اي صراع اخر وبعيدا عن اي موضوع سياسي اخر السيد وزير النفط وانا اشكر واثني عليه في هذه الحلقه بالتحديد اللي هو اكد على ان يجب الاعاده واعاده النظر في موضوع المواصله والنفط النفط وهذا شيء من خلال القانون اللي هو ينظم عمل المواصله والنفط النفط اللي هو قانون الـ قانون الـ قانون الـ قانون, الـ قانون, الـ قانون, الـ قانون عمل المواصله هذا شيء طبيعي جدا وشيء اداري وشيء قانوني اللي تحدث عنه السيد وزير وزير النفط بالتحديد ولكن هناك شقين الشق القانوني اللي حكينا فيه نعم ولكن عملية التنفيذ هل يعني الكثير من القرارات والكثير من الاستحقاقات يجري الحديث عنها ويتم الإقرار فيها لكن عندما يأتي الموضوع إلى التنفيذ تتعثر ويعني تطرح الكثير من العقبات اليوم في هذه المسألة هل تعتقد أن العقبات مذللة وسيصار إلى التطبيق والتنفيذ عملياً؟ <applause> إذن إذا كنا نتحدث عن مؤسسي ونتحدث عن عمل مؤسسي داخل دولة معينة الاجراء يجب ان يتم وفق القانون اتحدث عن هناك هناك من يتمرد على القانون هناك من يتمرد على اللوائح الداخليه اللي تنظم الدوله والمؤسسات هذا شيء خاص له لكن أتحدث اذا كان تحدثنا نحن عن شيء عن شيء قانوني بالتحديد الشيء القانوني ينص على ان يجب اعاده هيكله هذه المؤسسه لان القرار الصادق السابق للمؤسسه النفط هو قرار مؤقت من السيد وكيل كان وكيل وزاره اللي هو السيد شكماك وهذا القرار اكل عليه من وشرب يعني نتحدث عن سبع سنوات كذلك نتحدث عن تمثيل عادل انت تعرف ان جميع المناطق اللي هنا خمسه مناطق في ليبيا يوجد فيهم الاماكن النفطيه يجب ان يكونوا ممثلين توجد في هذه المناطق كوادر توجد في هذه المناطق الناس مؤهلين لقياده المؤسسه واكبر حتى من هذه المؤسسه يعني لماذا لا يكونوا ممثلين وهذا مطلب شعبي هذا مطلب شعبي بعيدا عن الحكومه بعيدا عن الاجراء القانوني بعيدا عن ايش؟ هذا اجراء هذا مطلب شعبي يريد تمثيل انفسهم في هذه مجلس اداره تتكون من خمس اشخاص بالتحديد، وهنا المشكله وكذلك المؤسسه تم تسييسها بصراحه يعني السيد الموجود على راس المؤسسه الان والاعضاء اللي يسيسوا في المؤسسه بشكل مصالح خاصه، مصالح لدول او لاجنده معينه ولدول معينه ويتحدثوا نحن وراءنا هذيك الدوله او تلك الدوله، اذا كان هذه مؤسسه ليبيه ومؤسسه تحت القانون الليبي وتحت الحكومة الليبية لا يوجد شخص عليه خط أحمر أو شخص عليه حجاب من دولة معينة بالتحديد نتحدث عن مؤسسة ليبية وفق القانون الليبي يجب إعادة النظر فيها ويجب تمثيل هذه المناطق أو سكان هذه المناطق وهذا مطلب شرعي ومطلب قانوني الفارق في القصة أنه يكون هذا الشخص مؤهل أو غير مؤهل لكنك تقصي نعم. هذه المناطق حتكون في ردة فعل وحيكونوا حيكونوا 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 حيكونوا, حيكونوا 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 متطرفين في, 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 في هذا الاتجاه ويسعوا إلى أقفال النفط لأنهم من حقا في النهاية بالكل كيف أنت تقصيهم نعم. وتقول لهم لا ما تمثلوش داخل هذه داخل هذه المؤسسة بالتحديد نعم تفضل بالبقاء معنا حضرة النائب سأعود بالتأكيد إليك حتى نناقش محاور أيضا أخرى تتعلق بالشأن الليبي ولكن في موضوع منفصل حيث ومنذ توليه قبل نصف عام تقريبا يواجه رئيس حكومة الوفاق الوطنية الليبية عبد الحميد لدبيبة مع البرلمان في جلسة مساءلة للمرة الثانية لدبيبة سيكون مطالبا مطالبا خلال الجلسة المزمع عقدها الثلاثاء المقبل بالرد على أسئلة النواب وانتقاداتهم حول عدد من الملفات التي تاخر حلها وتنفيذها ايضا. البرلمان الليبي ارسل قبل ايام خطابا الى الحكومه تضمن تفصيلا لكل النقاط التي سيتم طرحها في جلسه الاستجواب حيث ستتركز اسئله النواب على ملفي الكهرباء وجائحه كورونا بالاضافه لاخفاق حكومه لدبيبه في معالجه هذين الملفين ويضاف الى ذلك ايضا مطالبه النواب من الحكومه تقديم توضيحات حول استمرار ازمه السيوله وتاخر توحيد مؤسسات الدوله كذلك عدم وجود محددات وضوابط ايضا سياسيه في التنسيق مع المجلس الرئاسي وعدم اعلام البرلمان بخطه الحكومه فيما يتعلق بموضوع التنسيق في الخارجيه اما في ملف الدفاع والامن القومي فستركز الاسئله ايضا على اسباب التاخر في تسميه وزير الدفاع رغم مطالبات لجنه 5, -5 والبرلمان ولجنه الحوار بالاسراء ايضا في ذلك كذلك هناك انتقادات للدبيبه من قبل النواب بسبب عدم اعترافه بدور الجيش الليبي كمؤسسه عسكريه نظاميه وعدم تخصيص ميزانيه له النواب سيسالون دبيبة ايضا عن ملف المرتزقه والقوات الاجنبيه ايضا طبعا وتواجد هؤلاء المرتزقه السوريين بشكل علني في العاصمه طرابلس بالاضافه لمطالبتهم له بتقديم توضيحات حول الاسس التي استند عليها لدبيبه لاتهام دول الجوار بتصدير الارهاب لكن أعضاء البرلمان الليبي تساءلوا عن كثرة الرحلات الخارجية للدبيبة والتي تحمل طابعا عائليا من خلال تشكيلة الوفود المرافقة له، بالإضافة إلى ذلك احتكاره السلطة من خلال سلب أيضا العديد من اختصاصات الوزراء وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء بحسب لائحة المساءلة. <applause> من جديد ارحب بضيفي من عمان ادريس المغربي عضو مجلس النواب الليبي عن منطقه الهلال النفطي وايضا ارحب بضيفي من العاصمه الليبيه طرابلس ساعود من جديد سيد سيد ادريس ساعود اليك يعني في هذه النقطه تحديدا كيف متوقع ان تكون الاجابات على تساؤلات مجلس النواب للدبيبه والسؤال الاهم هل من المتوقع ان ياتي الى هذه جلسه المساءله بالتاكيد ان هناك ردود من السيد رئيس الحكومه بهذا الخصوص نحن ممثلين على الشعب نحن نقيم الحكومة في ثلاثة أربع شهور من أداء هذه الحكومة من عملها ماذا قدمت هذه الحكومة الحكومة ليس المطلوب منها كثير يا عمار أو كذا مدة الحكومة مدة قصيرة جدا يعني نتحدث إلى 24 ديسمبر هناك انتخابات بالتأكيد قادمة هذه الحكومة فترة الحكومة مدتها محدودة جدا المطالب منها ليس بالكثير المطالب منها توفير الكهرباء توفير المرتبات توفير الأمن محاولة دمج المؤسسات أو المؤسسات المنقسمة بالتحديد يعني لهذه اللحظه لم تلبي رغبات المواطن، هناك كهرباء تنقطع في ليبيا، هناك سيوله تنقص في المصارف، هناك بعض الامور الصحيه جائحه كورونا وغيرها وكذلك لم تكن في 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 المستوى انتشار هذه الجائحه بالتحديد، فهذا شيء طبيعي جدا جميع مجالس النواب يسالوا في الحكومه ويقيموا هذه الحكومه اثرت شهور ولكن 4 تم 4 تاجيل تم هذا تأجيل طبيعي جداً. أو طلب تاجيل هذه الجلسه من الاثنين الماضي الى الثلاثاء المقبل نتوقع ان ان يحضر في هذه في هذا الاسبوع نعم هو 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 طلب التاجيل السيد رئيس الحكومه نتيجه لزياره للمملكه الاردنيه بالتحديد وتم قبول هذا هذا التاجيل ومن حقه وفق الله الدينية انه يأجل اللي مرتين والمرة الثالثة يجب عليه الحضور. السادة النواب او مجلس النواب بالكامل استقلوا غياب هذه اللي. وتم مناقشة ماذا يريدون ان يناقشوا الحكومة وتم توجيه بعض الأسئلة لحتى يكون حاضر بهم في حضوره في الجلسة القادمة، يكون حاضر بهذه الأسئلة والأجوبة عليهم. يعني شيء استباقي اللي انذار في في جلسة مجلس النواب شيء استباقي. عادي جدا وزي ما قلت لك يعني من جميع مجالس النواب ان هم من حقهم يقيموا اداء الحكومه ويستدعوا الحكومه ويناظروا هم صوت الشعب وهم اللي يوصلوا صوت الشعب وهم الحسيب او زي هم اللي يراقبوا في الحكومه في اداء الحكومه وتقييم اداء الحكومه. مم. طيب من الاسئله انا متوقع انه حيحضر السيد نعم. لحظه متوقع أن حيحضر السيد عبد الحميد بهذه الاجوبه بالتحديد. حيتم مناقشة وشيء روتيني أنا شو فيه ما حتى ما يصرش لي مستوى أن تكون مشكلة أو كذا هذا شيء روتيني عادي جدا جدا في جميع المجال وجميع الحكومات طيب سي حضرة النائب ايضا يعني في المحور الذي كنا نتحدث اليه عنه قبل ان نذهب الى موضوع المساءلات من مجلس النواب هو موضوع مؤسسة النفط الليبية. من الاسئلة المقرر توجيهها من قبل النواب لرئيس الحكومة الليبية في طرابلس اسباب التمسك برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. ما هي تفاصيل هذه المشكلة؟ هي تشوف المؤسسه الوطنيه للنفط قبل حوالي 15 سنه يعني في في قانون صدر اللي هو قانون 24 عليه سنه 1970 وله صلاحيات الوزير أنه يقدم مقترح في حين من فترة إلى بشان تعديل الوزاء أو تعديل المواصلة للنفط اللي هي تكون من خمسة أشخاص هذا القانون يعيد تنظيمه في رقم 10 قانون رقم هي سنة 1979 الذي صدر من نعمات مؤتمر شعب العام اللي تمثل مجلس النواب يعني من حق وزير النفط أنه هو يعاد إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية في 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 حين حين يرى أن هذه المؤسسة مدتها القانونية أو أداء عملها أو كذا تقييم كوزير تحت منها مؤسسة شيء طبيعي جدا الغريب في الموضوع هو عدم تغيير السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط والأعضاء اللي معه يعني مم... إذا كان هي مؤسسة مبنية على شخص يبقى هذه حتنهار الشخص هذا حيموت في أي لحظة إذا كان المؤسسة مبنية على كوادر ومبنية على على الصحيحة حتى لو جو ألف شخص في في شهر واحد مستحيل تنهار وهذا اللي نحن عليه ونتحدث عليه انه ما فيش شخص اني هو انا انا ولا انا ومن بعد الطوفان الشيء هذا مستحيل الود مده القانونيه ومن حق وزير النفط وهذا شيء قانوني وشيء إداري ينظم العمل نظم العمل القانون الليبي أن من حق السيد رئيس وزير النفط أنه هو يقدم بمقترح بإعادة بإعادة إعادة هيكلة الغريب في ذلك أن السيد رئيس الحكومة لم يتعاطى مع هذا الإجراء ونحن حتى في مزبوط أكدنا أن من خلال مذكرة حولنا له الغريب أن هناك هناك شيء غريب وهذا اللي يجب يفصل عليه السيد رئيس الحكومه هناك من يتحدث بصراحه هناك من يتحدث عن 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 ترضيات هناك يتحدث من يتحدث عن دول ضاغطة في عدم تغيير يعني معلش إن إذا نعم. كنا إحنا دولة مستقلة والسيد ونوجه نوجه رسالة السيد رئيس الحكومة من خلال قناتكم إذا كان هذه دولة مستقلة ورئيس الحكومة مستقل علينا يكون شجاع وينفذ نعم. ويمشي في الإجراء ما يخليش دول ما يخليش دول معينة نعم. تأثر عليه في تغيير مؤسساته نعم. وهذا بهذا وهذا القدر. وهذا يتهم بالضعف نعم. بعدين نعم. بهذا القدر وأشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات والإيضاحات وقبول أيضا الاستضافة من عمان كنت معنا أدريس المغربي عضو مجلس النواب الليبي من منطقة الهلال النفطي شكرا لك وأذهب مباشرة إلى العاصمة الليبية طرابلس وينضم إلينا المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية سنوسي إسماعيل أهلا ومرحبا بك سيد السنوسي معنا في الأخبار الليلة أشكرك على قبول هذه الاستضافة نقاط كثيرة ستكون في جلسة المساءلة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بداية هل سيحضر السيد دبيبة برأيك ومعه كل الإجابات على كل النقاط والتساؤلات التي سيطرحها النواب. تحيي لكم ولكل السادة المشاهدين. أهلا اعتقد ان من الصعب تصور ذهاب بيب الى طبرق مجددا بعد المرة السابقة والتي فشل فيها بحضوره شخصيا في ان يقنع النواب او مجلس النواب او رئيسه في بان يعتمد الميزانية. والسيد بيبة أساسا وجد الحل البديل نفس الحل الذي كانت تعتمده حكومة الوفاق وهو اللجوء إلى الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي والتعامل بمبدا الواحد على 12 من من كل شهر من لكل شهر واحد على من الميزانيه السنه الماضيه واعتقد بان في وفقا لذلك لا حاجه لدبيبه ان يذهب الى الى مجلس النواب ولكن وأيضا ما يتعلق بربما التلويح بسحب الثقة هو أيضا يحتاج إلى موافقة مجلس الدولة وبالتالي فإن دبيبة ربما أعتقد بأنه في وضع ربما يعني هو وضع يائسة من مجلس النواب أن يعتمد الميزانية وبالتالي فما الداعي لان يذهب الى طبرق يعني لا اعتقد انه في تساؤلات حول ملفات كثيره وان فعله فاعتقد بانه سيواجه مشاكل نعم سيد سنوسي هناك ملفات كثيره ليس فقط الميزانيه ما الذي ما اكثر ما يقلق حكومه الوحده الوطنيه اليوم من اسئله النواب ملف الكهرباء الاقتصاد المصارف أو أمور تتعلق بالسياسة الخارجية المتهمة فيها حكومة الوحدة الوطنية بأنها لا تجري التنسيق مع مجلس النواب. وطبعاً بكل تأكيد فيما يتعلق بجانب الخدمات هناك يعني إخفاق كبير للحكومة وإن كانت هناك أيضاً مسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب في هذا الجانب باعتباره لم يعتمد الميزانية ولكن ايضا لا ننسى بان الـ يعني الـ الدبيبه الان بقيت له ثلاثه اشهر وهو ربما يحاول بطريقه او باخرى اما ان يمدد لحكومته او ربما حتى يشارك في الانتخابات باي شكل من الاشكال، لذلك اعتقد بان بانه لم يعد مشغولا كثيرا بمجلس النواب وهذه الـ لنقل النقاشات. داخل مجلس من ربما اقول من من جهه عقيل صالح ومؤيديه، ليس ليس هناك ما يزعج اعتقد او ما يؤدي الى 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 افساد اي شيء للحكومه، لان الحكومه ياست من اعتماد الميزانيه، الحكومه الان تقترض من المصرف وتتعامل 1 على 12 من الميزانيه السابقه، وبالتالي اعتقد بانها ستمضي قدما في هذا ال في هذا الاطار بالانفاق بهذه الطريقه المباشره بدون الحاجه لاعتماد والاجابات والاجابات نعم يعني هذه النقطه واضحه سيد السنوسي ولكن الاجابه على طلب او حول موضوع اغلاق الحدود مع مع تونس دون التنسيق مع تونس وهذا الموضوع ما أثاره من جدل ربما ومشكلة بين البلدين أيضا يعني متهم الحكومة بعدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية واضحة في موضوع الخارجية كيف يمكن أن تكون الإجابة على ذلك؟ الإجابة على ذلك الحكومة عمرها قصير ووزراءها لا يملكون الخبرة الكافية السيدة نجلاء المنقوش يعني هي يعني أول طبعا هي لكوننا رأينا أنها أول سيدة ليبيا تتولى هذا المنصب ولكن أيضا لا يوجد خبرة للحكومة حتى لرئيس الوزراء نفسه يعني لا يملك الخبرة السياسية الكافية التي تمكنه من التعامل مع أزمة مثل أزمة إغلاق الحدود مع, مع 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 الجارة تونس وأيضا ما يتعلق ب يعني تأتي في سياق فقط أم أن هناك حسابات أخرى لحكومة الوحدة الوطنية؟ هي ولا أعتقد أن هناك حسابات لأن الإغلاق أتى ب بقرار ربما متسرع بإغلاق الحدود في في خلال ساعات. هذا أدى إلى إرباك الوضع بين تونس وليبيا في الحدود على الأرض والحقيقة يعني تدهورت كثيرا حتى الحالة الإنسانية من حيث الحالات العلاج التي تنتقل من ليبيا إلى تونس وأيضا هناك حدث اكتظاظ من المواطنين الليبيين العائدين من, من من تونس إلى ليبيا القرار كان متسرع في ذلك الوقت الحقيقه واعتقد بان الـ الـ بالنسبه للاخوه في تونس ربما هم ايضا لهم حساباتهم من حيث لجنه مكافحه الكورونا التي نعم. كلفها الرئيس طيب. وهي التي الان تتعامل في مع في الوقت المتبقي مالك. سيد السنوسي و... و... تفضل في النقطه المهمه ولكن في اقل من دقيقه نعم هي يعني لسان حال رئيس وزراء يقول لمجلس النواب لو ان لو كما يقال لو ان ذات سوار رمتني يعني هم يعني مجلس النواب منذ سنوات لم يجتمع بنصاب كامل لم يما يمنح يعتمد اي ميزانيه لحكومه الوفاق خمس سنوات او اكثر وايضا يعني مساله المساءله هذا امر غريب جدا لان المساءله اعتقد بانها لا. ما يعني غير لم لم تشكل حتي نعم لم تشكل حتي سنكتفي بهذا القدر اعذرني جدا علي هذه يسألها. المقاطعه ولكن انتهي وقت الساعه الاولى شكرا لك المتحدث السابق باسم المجلس الاعلى للدوله الليبيه السموسي اسماعيل والى اللقاء بعد دقائق هزمنا من القصف وانهزمنا من الطيران والحجينا هن. الركم يتساقط علينا وما عرفنا حنا الا احنا رايحين على المستشفى. فزع على الارض. رعب من السماء. طفوله يسرقها الجوع. امل قتلته زخات رصاص. نساء ورجال. عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول تتواصل التظاهرات الاحتجاجية ضد السلطات الإيرانية في الأحواز <applause> هل في اليوم تنظيم لهذه الاحتجاجات؟ سقوط عدد من القتلى والجرحى خلال قمع الامن الايراني للمحتجين على الحكومه ان تعيد تماما بان العنف يولد العنف اذا ايران لا تتعامل بالعنف لازم نستغل في هناك شعارات يرددها حاليا المحتجون وهي المطالبه بتغيير النظام قوات الامن الايرانيه قامت بالقتل والقمع من خلال اطلاق الرصاص المباشر هذا ليس نظام حكم ايران، هذا نظام حروب الهدف الذي اصبح الابرز في تلك المظاهرات هو الموت لخامنئي ماذا <applause> <applause> يعني ايضا هذا التحول؟ المشكله في مركزيه هذا النظام هذه الاحتجاجات هل تنتقل من مرحله حراك الى انتفاضه وثوره وطنيه؟ تحديات امنيه واقتصاديه وسياسيه واحتجاجات شعبيه طالبت بالتغيير. تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات. واكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقيه من تحليل ورصد ومتابعه. وقراءه للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقيه كل سبت وثلاثاء السابعة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث طهران ترجئ مجددا اعلان حكومتها ومقاومه بنشير تنفي سقوط الاقليم بيد الحركه والاشتباكات مستمره. بعد معاقبه طهران، واشنطن تقول انها لن تنتظر الى الابد عوده ايران الى المحادثات النوويه. وفد لبناني رفيع للمره الاولى في سوريا ودمشق ترحب بمرور الطاقه الى لبنان عبر اراضيها. على احتكار السلطة إلى الرحلات العائلية والطوابير أمام المصارف أسئلة برلمانية صعبة بانتظار إجابات البيت من جديد مشاهدينا الى الساعه الثانيه من الاخبار الليله ونناقش فيها الموضوع المتعلق بلبنان وسوريا، هل تخلى لبنان عن سياسه الناي بالنفس؟ سؤال طرح اليوم بعد وصول اول وفد حكومي لبناني الى سوريا منذ اندلاع الازمه السوريه عام 2011 الوفد اللبناني الذي حط في دمشق مؤلف من نائبه رئيس حكومه تصريف الاعمال وزيره الدفاع والخارجيه زين عكر ووزير الماليه غازي وزني مع وزير الطاقه ريمون غجر والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عقد الوفد لقاءات في مقر خارجيه النظام السوري بحضور وزيري الخارجيه فيصل المقداد والنفط بسام طعمه وكان استيراد الطاقة من مصر والاردن الى لبنان عبر الاراضي السورية محور اللقاءات، ويتاتى تحت او ياتي تحت وطاه ازمات يعيشها الشعب اللبناني، ابرزها ازمه المحروقات التي ضاعفت معاناه شعبه الذين يعيشون في ظلام دامس، كما انهم مهددون بانقطاع خدمات المياه، وكانت الرئاسه اللبنانيه تبلغت موافقه واشنطن على استيراد الطاقه الكهربائيه والغاز من مصر والاردن مرورا بسوريا، ويعني التعهد الامريكي عمليا موافقه واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات المفروضه على سوريا والتي تحظر اجراء اي تعاملات ماليه او تجاريه معها. واعلنت دمشق ترحيبها بتمرير الغاز والطاقه الكهربائيه عبر اراضيها الى لبنان بعد استقبال الوفد اللبناني. وطلب الجانب اللبناني امكانيه مساعده سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الاراضي السوريه. رحب الجانب السوري بالطلب واكد سادات سوريا لتلبيه ذلك. اتفق الجانبان على متابعه الجوانب الفنيه التفصيليه من خلال فريق فني مشترك لمناقشه القضايا المتعلقه بالامور الفنيه في كل من البلدان. اذا مشاهدينا غازو مصر احيا علاقات لبنان رسميا مع النظام السوري وهذه طبعا العلاقات المجمده منذ عام 2011. وفد وزاري لبناني زار دمشق لتامين ربط الغاز المصري الى لبنان عبر سوريا بهدف توليد الطاقه الكهربائيه، حيث جاءت موافقه دمشق سريعه على الطلب اللبناني. ومن المفترض البدء بتنفيذ خطه ربط الغاز والطاقه من مصر والاردن عبر سوريا لكن ماذا عن العقوبات الامريكيه المفروضه على دمشق والتي كانت تحول دون ذلك أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين زاروا بيروت الأسبوع الماضي قالوا إن واشنطن تدرس طرقا للتعامل بشكل عاجل مع هذه العقبات، كما أن السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شايا أكدت وجود الإرادة لدى إدارتها لتنفيذ هذه الخطة، وهكذا بات الطريق معبدا أمام لبنان لاستيراد الغاز المصري، وقال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخطة تقضي أيضا بإمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا بيروت عقب بدء الحرب في سوريا ودخول ميليشيا حزب الله طرفا فيها اتخذت قرارا يبن بالنفس قرار قلص او جعل العلاقه بين البلدين تقتصر على مبادرات فرديه الى يومنا هذا قبل هذه الزياره الرسميه. الشهر الماضي اعلنت الرئاسه اللبنانيه تبلغها موافقه واشنطن على مساعده لبنان في استيراد الطاقه الكهربائيه والغاز، موافقه اكدت استثناء لبنان من العقوبات الدوليه الاقتصاديه المفروضه على سوريا. وخلال زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا واستقبال وزير الخارجيه السوري فيصل المقداد نائبه رئيس الحكومه وزيره الخارجيه بالوكاله زين عكر، لوحظ عدم وضع القياده السوريه للعلم اللبناني خلف كرسي الوزيره عكر، ما اثار تساؤلات مترافقه مع استهجان خصوصا ان كثيرين اعتبروا ان عدم وضع العلم اللبناني هو خرق للاعراف الدبلوماسيه. ويدل على عدم اعتراف برسمية الوفد الوزاري القادم من لبنان للحديث عن هذه التطورات من منطقه قرطبه في جبل لبنان ينضم الينا الدكتور فارس سعيد السياسي وامين عام قوى الرابع عشر من اذار سابقا اهلا ومرحبا بك دكتور فارس معنا في الاخبار الليله اشكرك على قبول هذه الاستضافه قبل الحديث عن المسائل البروتوكوليه في هذه الزياره الرسميه هل احيا غاز مصر وكهرباء الاردن العلاقات اللبنانيه مع النظام السوري والتي كانت مجمدة ومعلقه طيله السنوات الماضيه منذ 2011 نعم ما حصل اليوم في دمشق هو عمل سياسي بامتياز وطبعا يعني مرتبط بحاجات تقنيه لها علاقه بنقل الغاز والكهرباء انما هو عمل سياسي بامتياز حكومه تصريف اعمال يدعمها حزب الله في بيروت تزور نظام في الشام يدعمه حزب الله ايضا وبالتالي ارادت ايران ومعها حزب الله القول بان الاستثمار السياسي الذي يعني قامت به ايران ببقاء النظام قائم في سوريا وببقاء هذه الحكومه حكومه تصريف الاعمال كما هي قائمه في لبنان هذا الاستثمار السياسي ارادت ايران ابرازه اليوم لملاقاه اشاره غير سياسيه تاتي من قبل الولايات المتحده لتجاوز مرحليا قانون قيصر وتمرير الغاز والكهرباء عبر لبنان بمعنى اخر بان ايران التي هي تقول وتصول بانها تريد ان تواجه الشيطان الاكبر الولايات المتحده، وبانها تقود محور الممانعه، وبانها ضد سياسه الولايات المتحده، امام اول اشاره اتت من قبل الولايات المتحده من اجل الجلوس على طاوله مفاوضات انسانيه لها علاقه بتامين حاجات الشعب اللبناني وليست سياسيه، هرولت ايران وبرزت الاستثمار السياسي التي تملكه أي النظام السوري وحكومة لبنان وقالت لواشنطن أنا مستعدة ولكن ما معك البديل؟ على طاولة نعم وفاولة. دكتور فارس ما البديل؟ يدل. ما البديل؟ يعني إذا كان لبنان يمر بأزمة حقيقية واعطت الولايات المتحده ضوء اخضر يحيد لبنان اعذرني فقط دعني اكمل السؤال لو سمحت الدكتور اعطت الضوء الاخضر لتحيد لبنان عن اي تبعات لعقوبات مفروضه ممكن على بفعل قانون قيصر، هل هناك بديل عن الاراضي السوريه لتمرير الغاز المصري والكهرباء من الاردن لتحل هذه الازمات المعقده في لبنان؟ طبعا لا انا لا اناقش البديل التقني انا اناقش الخطوه السياسيه الخطوه السياسيه هذه مبادره امريكيه اتت من قبل الولايات المتحده ابلغت الحكومه اللبنانيه والدوله اللبنانيه بانها ستستثني مرحليا لاسباب انسانيه وليست سياسيه موضوع العقوبات المفروضه على قانون قيصر من خلال قانون قيصر على سوريا لتمرير الغاز والكهرباء الى لبنان. مه. بالمقابل سارعت ايران للقول للولايات المتحده انا مستعده للتعاون، هذا يدل على ان المبادره هي مبادره امريكيه، الاستلحاق هو استلحاق ايراني، مه. بمعنى ان ايران تضخم اصواتها ضدنا كلبنانيين وكسوريين وكعراقيين وكيمانيين اما امام اول غمزه اول لا. اشاره تاتي من قبل الولايات المتحده هي مستعده لان تقول انا قابله للتفاوض وانا قابله للتعاون لا. حول كل شيء حتى الأمور التي هي أمور ليست سياسية إنما أيضا إنسانية نعم في يعني في هذه النقطة التي تتحدث عنها دكتور المتعلقة بموضوع مصارعة إيران للاستثمار السياسي أمام أول ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية كم تؤيد إذا من يقول أو يعني يرى بأن الأزمة الوقود في لبنان هي ربما تكون مفتعلة بشكل كامل من قبل ميليشيا حزب الله وإيران تحديدا في لبنان حتى يصار الى ان يكون الحل الاخير هو فقط بيد ايران او بيد سوريا يعني بمباركه ايرانيه او مساعده ايرانيه سيدتي ازمه الوقود في لبنان مثل ازمه المصارف والمستشفى والمدرسه والجامعه والقطاع التجاري وانهيار العمله الوطنيه هي نتيجه ازمه سياسيه كبرى نقلت ايران لبنان من واقعه العربي ووضعته في مواجهه الشرعيه العربيه ووضعته في مواجهه الشرعيه الدوليه انهار لبنان بين ايدي ايران من يريد ان يلعب ادوار كبيره وان يكون له كلمه الفصل في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان عليه على الاقل ان يؤمن لهذه الشعوب ماء، كهرباء، مستشفى، جامعة، مصرف، حياة لائقة للجميع انهار كل هذه المنظومة انهارت وبالتالي هذه هي نتيجة سياسة ايران في لبنان وفي المنطقة واليوم ايران تريد أن تستلحق نفسها من خلال الحوار مع الولايات المتحدة وبالتالي ما يحصل هي هزيمة موصوفة لسردية سياسية كاملة ادعت ايران بأنها تريد منذ العام 78 ومن ثم 82 في لبنان ان تسترجع حقوق العرب وان تسترجع حقوق المسلمين وان تحرر القدس وان تضع اسرائيل ربما في في البحر الابيض المتوسط اليوم ايران تهرول من اجل ان تحصل على نفط في لبنان وكهرباء في العراق وربما غاز في في سوريا ولا اعرف ماذا في في اليمن هذا الانهيار هو انهيار لسرديه سياسيه كامله متكامله تبرز يوما بعد يوم ما يعيشه لبنان من ازمه وقود هي ليست ازمه وقود تقنيه هي ازمه سياسيه انتجت ازمه وقود وازمه مصارف وأزمة مستشفى، وأزمة اجتماعية في لبنان. وبناء على كل هذه المعطيات هل يمكن القول اليوم أن لبنان الرسمي تغيرت مقاربته السياسية من سوريا؟ سواء من مسألة النأي بالنفس التي طبعا التي طرحت بان الازمة السورية منذ 2011 أو مواقف حتى بعض الفرقاء السياسيين في لبنان من النظام السوري وسياسته تجاه لبنان الجمهورية اللبنانية تماما مثل النظام أو ما تبقى منه في سوريا هم دمى في أيدي إيران وبالتالي تحركهم إيران وفقا لمصالحها واليوم إذا أرادت إيران أن أن تبرز صورة سياسية بمعنى أن قنوات الاتصال الأمنية قائمة بين لبنان وسوريا اليوم ارادت ايران ان ترتقي بهذه الصوره الى صوره سياسيه من اجل ملاقاه هذه الغمزه او هذه الاشاره الامريكيه حول موضوع النفط وحول موضوع الغاز، وبالتالي لا جديد نحن لا مفاجاه في لبنان، ميشيل عون رئيس جمهوريه لبنان، حسان دياب رئيس حكومه تصريف الاعمال، السلطه في لبنان، السلطه التشريعيه في لبنان بغالبيتها كل ما تبقى من المؤسسات في لبنان وما تبقى من المؤسسات في سوريا يدورون في فلك ايران وهي التي تحرك هذا الموضوع لمصالحها وليست لمصلحه لا الشعب اللبناني ولا الشعب السوري ولا طبعا بالتاكيد العراقيين واليمنيين نعم أو يعني دكتور هناك ربط واضح بين كل هذه التطورات زياره الوفد الرسمي الى دمشق وموضوع التنسيق الان الذي بات رسميا في موضوع امداد الغاز والكهرباء للبنان ولكن هناك من يرى ايضا ان هذه الخطه الامريكيه والموافقه الامريكيه على ذلك تاتي ايضا ربما لقطع الطريق على ايران التي تحاول استعراض دائما انها هي التي لتحل ازمات لبنان المعقده والمتتاليه الى اي مدى ايضا ممكن ان تكون وجهه النظر هذه منطقيه وواقعيه؟ ممكن ولكن هذه لعبه امم كبيره ولبنان بهذا الموضوع هو صندوق بريد بمعنى ان امريكا تقول من خلال الاستثناء حول موضوع الغاز لا اترك لبنان ايران تقول قلبي وحناني على لبنان واللبنانيين، واريد ان 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 اوصل اليهم المشتقات النفطيه، بالنهايه من هو الذي يدفع الثمن الاكبر؟ هو الشعب اللبناني، اضمحلال الدوله اللبنانيه، لا اراده وطنيه، لبنان وطن محتل من قبل ايران، وهناك لعبه امم في كل المنطقة وعلى مساحة المنطقة ندفع ثمنها كشعوب عربية، شعوب مستقلة، لا نريد أن نكون في الفلك الإيراني في هذه المنطقة. نحن جزء لا يتجزأ من الشرعية العربية وجزء لا يتجزأ من الشرعية الدولية، لا نريد منا من أحد ولا نريد حنان أحد حتى نستنهض أوضاعنا. نحن قادرون كلبنانيين أن نستنهض بهذا البلد في حال كانت هناك الاراده الوطنيه الحقيقيه لمواجهه هذه الهيمنه الايرانيه على لبنان، لسوء الحظ سيدتي لا ارى حتى هذه اللحظه من يريد في لبنان قول الحقيقه والاعتراف بان هذا البلد هو تحت الاحتلال الايراني ويجب مواجهته بشتى الوسائل. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات وعلى قبول الاستضافة أيضا من منطقة قرطبة في جبل لبنان كنت معنا الدكتور فارس سعيد السياسي وأمين عام قوى عشر من آذار سابقا شكرا جزيلا لك ايضا في نفس الموضوع نناقشه مع ضيفي من بيروت يوسف دياب الكاتب الصحفي اهلا ومرحبا بك استاذ يوسف معنا في الاخبار الليله وعلى شاشه الحدث يتخوف البعض في لبنان من قيام النظام في سوريا بعمليه ابتزاز من دمشق مقابل الانخراط في مشروع الامداد وتسهيل هذا المشروع بإمداد خط الغاز المصري والكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية، برأيك هل هذا السيناريو متوقع؟ ما الذي ممكن أن تطلبه سوريا مقابل ذلك؟ مساء الخير لك وللمشاهدين، لا شك أن هذا الاستثمار السياسي فيما حصل بدأ منذ ساعات الصباح اليوم. ومع وصول الوفد الوزاري اللبناني الى دمشق أه لا شك اليوم ان سوريا في الداخل وحلفاء سوريا في لبنان أه بداوا عمليه استثمار حقيقي لهذا الموضوع للقول بان لبنان عاد الى الحاضنه السوريه كما كان قبل عشره اعوام ونحن كنا نتابع الاعلام الذي يدور في فلك حزب الله والقريب من النظام السوري ومن المحور الايراني هو لا ينفك يعمل على هذه النقطه منذ منذ حتى منذ مساء امس، لكن ايضا نحن نعرف تماما ان لبنان لا يمكن ان يحصل على شيء الا مقابل تنازلات سيقدمها ونحن نعرف ايضا ان لدينا جار مثل النظام السوري هو جار يعني يتفنن عمليه الاستفزاز والابتزاز بكل شيء وبالتالي انا لا اعتقد اليوم ان النظام السوري نظام بشار الاسد يمكن ان يقدم مثل هذه الورقه للبنان من دون اثمان طبعا الاثمان سيقبضها بالدرجه الاولى من لبنان بمعنى، بمعنى أنه سيطلب إعادة ربط العلاقات السياسية بين لبنان وسوريا كما كانت في سابق عهدها. سيكون صاحب الكلمة الفصل في الكثير من الملفات التي يعني هي معقدة في الداخل اللبناني مثل مواضيع تشكيل الحكومة، مثل الانتخابات، مثل التعيينات، سيكون ايضا لبنان ورقه مهمه قد يستثمرها نظام بشار الاسد في التفاوض مع المجتمع العربي والدولي مقابل ان يعطي لبنان هذه التسبات هل برايك هل برايك استاذ يوسف لبنان الرسمي سيتنازل او يقدم كل هذه التنازلات للنظام السوري مقابل حل ازمه يقول البعض او يراها بانها مفتعله من قبل ميليشيا حزب الله يعني نتحدث نحن اليوم عن استحقاقات سياسيه مهمه جدا عن قرار وموقف سياسي عن لبنان كثيرا حتى انفصل فيها عن عن سوريا ممكن ان تكون ازمه الوقود تحديدا ضاغطه الى هذا الحد ليصار الى كل هذه التنازلات برايك يعني اذا تحدثنا عن لبنان الرسمي، نسال لبنان الرسمي اين يكمن اليوم؟ واضح قراره هو عند حزب الله وفي الضاحيه الجنوبيه، والدكتور فارس سعيد كان يتحدث بواقعيه قبل قليل عندما يقول بان الدوله بكل مؤسساتها اليوم هي رهينه قرار حزب الله، رئيس الجمهوريه اليوم الحليف الاول لحزب الله. الحكومه باغلبيتها او بكامل اعضائها الحكومه الحاليه حكومه تصريف الاعمال هي حكومه حزب الله المجلس النيابي بغالبيته هو لحزب الله وكنا يعني بعد الانتخابات كنا نراقب ما يقول قاسم سليماني بأن إيران اليوم لديها أكثر من سبعين نائبا في البرلمان اللبناني إذا تحدثنا عن لبنان الرسمي هو في هذا الموقع وبالطبيعي هو حليف لإيران والنظام السوري لكن إذا تحدثت عن لبنان الشعبي عندها تجدين المفارقه او ربما الاختلاف في الموضوع انا بتقديري ما يعمل عليه حزب الله اليوم هو محاوله الحاق ما تبقى من لبنان او بين المزدوجين ما تبقى من ممانعه لبنانيه لهذا المشروع ان يقنعها ربما بالحجة الاقتصادية والحجة الاجتماعية وربما وسينجح بالتخويف سينجح يعني أنت موجود أستاذ أسف على لا مج... الأرض وبين اللبنانيين أنا... أنا... لبنان نعم. الشعبي على المستوى الشعبي ممكن أن يعني يرى بالعودة ربما إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري هو حل لكل أزماته وهذا ما يعنيه بالدرجة الأولى وباتت الأمور السياسية أو أي مواقف سياسية ربما لا تعنيه بقدر ما تعنيها الحياة المعيشية الصعبة التي يعيشها اللبناني اليوم يعني اذا اذا ما اجرينا استطلاعا لمزاج الشارع اللبناني انا اعتقد ان الغالبيه في لبنان ستعارض هذا التوجه يعني علينا أن نتذكر بأن الشعب اللبناني عانى الكثير وهو ناضل قبل سنوات من أجل إخراج النفوذ السوري في لبنان وهو نجح يعني منذ 2005 حتى الآن بالانفصال على عن التبعية السياسية السورية وعن الواقعية السياسية في السورية في لبنان ليس من السهل للشعب اللبناني اليوم أن يسلم بهذه الجدليه حتى لو دفع اثمانا ربما تكون يعني بحجم الاثمان التي دفعها في, في السابق نعم. لا يمكن للبنان أن يلتحق مجدداً في المحور السوري وفي الركب الإيراني أياً كانت الأثمان وأياً كانت المغريات وأياً كانت الوضع الذي يعيشه اليوم لبنان لبنان الشعبي لبنان المجتمعي هو كما قال يعني الدكتور فارس هو جزء من العالم العربي جزء من الجامعة العربية جزء من المجتمع الدولي وهذا نقيض التوجه الإيراني ونقيض سياسة حزب الله وحلف فايران وسوريا في لبنان لذلك انا اعتقد نعم. اننا قد نكون اذا ما اريد للبنان ان يلحق في هذا المحور سنكون امام مواجهه جديده في المرحله المقبله اشكرك جزيلا الشكر على هذه الايضاحات من بيروت كنت معنا يوسف دياب الكاتب الصحفي شكرا لك الأخبار الليلة مستمرة وفيها أيضا بعض الفاصل النظام السوري يهدد بشن عملية على مناطق في في حمص الشمالي مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات. والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. التاسعة عشرة اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث. فنجان من القهوة قليل من الموسيقى بداية مثالية ليوم رائع مهلا شيء ما ينقص المشهد لعله الانتباه التأهب الاستعداد ليوم جديد حتى الانتصابق بوقائع أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك حاضرك مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقه باكملها النشره الصباحيه كن مستعدا في كل يوم من جديد إلى سوريا الآن حيث أعلن النظام السوري اليوم أعطاء مهلة حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لخروج المسلحين من درع البلد أشارت هيئه الاذاعه والتلفزيون الى ادخال حافلات الى منطقه الجمرك القديم لاخراج المسلحين الراغبين بالتسويه من درعا البلد الى الشمال السوري، هذا ونقل المرصد عن ناشطين ان 22 حافله وصلت الى حاجز الشرع في مدخل مدينه درعا لنقل رافضي التسويه الى الشمال السوري. وفي السياق أيضاً هددت قوات النظام بشن عملية عسكرية على مناطق في حمص الشمالي لإجبار مسلحين على تسليم أسلحتهم للحديث عن هذه التطورات من موسكو ينضم الينا المحلل السياسي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتازوف اهلا ومرحبا بك سيد ماتازوف معنا في الاخبار الليله شكرا على قبول الاستضافه اليوم كل ما يجري في درعا هو بتنسيق روسيا او بخطه روسية هل هناك تفاصيل أين وصلت هذه التسوية والمهلة التي أعطاها النظام حتى الرابعة بتوقيت دمشق اليوم؟ طبعا هناك تطورات خطيرة آخر ساعات يمكن آخر اليوم في هذه المنطقة لماذا؟ لأنه كانت اتفاق وارد اتفقوا الطرفين معارضة و والحكومة السورية أن يسلموا السلاح المتوسط وخفيف إلى الجيش العربي السوري و سوري السوري حكومة سورية أرسلت 22 أوتوبيس الكبير لونه لازون أحضر إلى إلى درع البلد ولكن فيما بعد غيرت المزاج لقيادة قوة المتمردة الموجودة في هذه المنطقة طبعا لماذا؟, لماذا هل هناك أسباب أو عرفت الأسباب أسباب كما من مصادر الروسية أن هناك كانت يسمعون توجيهات خارجية لأن وساطة الروسية كانت تنتلك من الفكرة واحدة ان صلاحيات السلطه الشرعيه السوريه بلا اي جدال هذا ارض سوريا والحكومه السوريه لازم ان يسيطر في كل الاراضي. كيف يعالج الموضوع مسلحين موجودين الذين كانوا في صراع مسلح ضد السلطه. دور الروسي كانت ان ان يشتغلوا لكي يخفضوا التوتر حده التوتر بينهم. وحصول. لا تؤدي إلى اغتيالات إلى المعاقبة متمردين أن يحل المشكلة سياسيا حفاظا على, 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 أمر الواقع وأمر على حياة المتمردين ولكن بيّن أن هناك حسب معلومات أنا لا أستطيع أن أقول أنها معلومات دقيقة ولكن معلومات نشر عندنا أن التوجيهات إجى إلى قادة المتمردين أن يلغوا هذا التوقيع يلغوا ولا يسلموا ولكن يسلم ولا ولا سيد متازوف يعني هناك هناك معلومات اخرى في في المقابل تتحدث عن انه بعد ان تم الاتفاق بين النظام والمعارضه المسلحه في درعا برعايه روسيه على موضوع تسليم الاسلحه المتوسطه والثقيله تم فرض شروط جديده من قبل روسيا، القوات الروسيه هناك على المسلحين، منها الدخول الى المنازل والتفتيش عن حتى السلاح الخفيف، بالاضافه الى بعض الشروط على عمليه الانتقال خارج درعا والاماكن المحدده التي سيصار الى نقل من لم يرضى بهذه التسوية لماذا يعني عاد الطرف الروسي أيضا لتصعيب أو رفع سقف الشروط في رعاية التسوية كان يجي حديث أن تسليم السلاح متوسط والخفيف دبابات ومدفعية لا شك أنها من أسلحة الثقيلة كان يجي حديث أن الرجيمات والكلاشنيكوف سلاح خفيف لا شك أن وجود السلاح خفيف, حتى في اليد المدنيين غير مسموح مرخص به ولذلك إذا اتفقوا أن يبقوا في بيوتهم ويبقوا في ديارهم لا يمكن أن يملكوا أي نوع سلاح لكي يطلقوا نار على 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 جيش عربي سوري وهناك كانت اشتباكات مسلحة والهجوم على بعض دوريات الجيش الذي قتلوا اربعه وجرحوا شيء حوالي عشره وكان عدد ما لا اعرف بالضبط ولكن هناك كان حادث ونتيجه لهذا كان التمرد ان الغوا الغوا هذا قالوا ان نحن نتابع ونستمر القتال قتال من اجل حريه ديمقراطيه والحقوق الانسان وغير غير غير طيب ماذا عن ماذا, ماذا عن النقاط وغير. المتعلقه شعارات معروفه نعم ماذا عن النقاط المتعلقه ب يعني مقالته بعض المصادر منهم المرصد السوري لحقوق الانسان ان المسلحين ايضا طلبوا موضوع الانتقال الى الاردن وتركيا من الجانب الروسي هل هذه المعلومات أيضا دقيقة وكيف ممكن أن تعاملت معها روسيا؟ هذا ليست مشكلة لروسيا إذا مشكلة تركيا. للأردن تكبر. وتركيا هؤلاء الناس هذا مشكلة ترجع على السلطة التركية والسلطة الأردنية هذا نعم. مشكلة المنطقة الوحيدة حيث يمكن بسلامة بلا سلاح طبعا ينتقلوا إلى مناطق اليوم على أرض سوريا ولا مطلوب الرخصة أو, 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 فيزا التركية أو أردنية لا شك أن يمكن ينتقلوا هناك ولكن هذا إمكانية واحدة اتفقوا اتفقوا وأرسلوا 22 باص ولكن إذا هناك توجيهات تشجيع التمرد تشجيع المعارضه والمواجهه العسكريه ضد السلطه كيف يمكن يتصرف السلطه في هذه الظروف كيف بقصه أنا لا ريف خمسه هناك تهديدات من قبل النظام بشان عمليه عسكريه أش... على مناطق ريف حمص الشماليه كيف يمكن ان تنظر موسكو الى ذلك هذا الشيء لازم موسكو تبذل جهود لكي يبتعدوا هذا الاحتمال وبعث الوساطه الروسيه اليوم صباحا فتحوا ممر الى هناك حاجز من بيتون الى منطقه يسيطر فيها المتمردين فتحوا وبعث الوساطه الروسيه اعطت للمفاوضات مع قياده يمكن ان يقنعهم يمكن لكي يطبقوا كل الاتفاقيات ولا يسمع اصوات من الخارج طيب لماذا التهديد لماذا التهديد بقصف ريف حمص الشمالي بالتحديد؟ طيب اذا مش انا ضد اي تهديدات ولكن اذا هناك ستبقى منطقه المحاصره هناك ناس اهالي كيف بيعيشوا؟ يقطعوا كل الطرق كل الامدادات ليس بزخائر ليس بسلاح بحاجات اليوميه هذا عودة إلى حياة طبيعية هذا هو هدف وساطة الروسية إذا وساطة الروسية نجحت في البداية وفشلت ولا ولكن, ولكن من قب... ولا من وجهة نظر التجابة. المعارضة هذه وساطة روسية ليس لإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المنطقة ولكن لإخلائها أمام الميليشيات ربما الإيرانية أيضا آه وهذا ما تتخوف منه أو يتخوف منه أبداً هذه المنطقة هل في ضمانات إذا كان الجواب أبدا لازم أن يكون ضمانات أن هناك جيش عربي سوري ولا يوجد ميليشيات إيرانية هذا مزيدات نحن نسمع هذا مزيدات 11 سنة ولكن أي, أي شيء ولكن شيء لا يوجد جيش الميليشيات المدعومة من إيران إذا لم تكن إيرانية هي تعمل في الكثير من المناطق مع يعني خاصة في شوفي. السابق مع مع أنا المقام. أنا أقول لكم بكل صراحة حسب معلومات بين يدي أن في مناطق شمالية من دمشق شمال دمشق هناك خبراء الإيرانيين موجودين وبعض القطع أو منظمات حزب الله والمنظمات التي تتضامن وتساعد الجيش العربي السوري أما في منطقة في الجنوب في منطقة سويدة في منطقة الصراع الآن يجري فيها حسب اتفاق اسرائيلي سوري روسي لا يمكن ان يكون اي عناصر ايرانيه او عناصر حزب الله اللبنانيه لا لان هذا يراقبها هذا الوضع اسرائيل بكل جد لان هذا يعتبرونها نقطه خط الاحمر بالنسبه لاسرائيل نعم وحسب معلوماتي انا هناك فقط جيش عربي سوري ولا غيره وكل هذا نعم. التقويل ان هناك ميليشيات ميليشيات لا ميليشيا، ميليشيات يمكن يكون شمال سوريا في درى في مش نعم. في 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 مناطق حما وحالة و... نعم. جنوبي كل هذا يمكن. اشكرك اشكرك كالجزير. ولكن ليس في جنوب جنوب نعم. جنوب يراقب اسرائيليا نعم مشددا نعم شكرا إذا جزيلا يسقط دليل ان نعم وضحت الفكره اعذرني على المقاطعه ولكن انتهى الوقت شكرا جزيلا لك من موسكو المحلل السياسي والدبلوماسي السابق فيتشيسلاف ماتازوف شكرا لك الاخبار الليله مستمره وفيها ايضا بعد الفاصل السلطات الجزائريه تعتقل اربعه اشخاص بينهم امراه بتهمه ادخال نبيل القروي سرا الى البلاد امنيه واقتصاديه وسياسيه واحتجاجات شعبيه طالبت بالتغيير. تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات. واكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقيه من تحليل ورصد ومتابعه. وقراءه للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقيه كل سبت وثلاثاء السابعة بتوقيت غرينتش على شاشه الحدث. سنوات كانت حافله بالاحداث غير المتوقعه. تعلمنا انه لا يمكن التكهن باي شيء. مستقبل مبهم وغامض واسئله جديده كل يوم. أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما. استوديو الحدث يومياً التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. من جديد إلى الجزائر أمر القضاء الجزائري بإيقاف أربعة أشخاص بينهم امرأة أدخلوا رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وأدخلوا شقيقه أيضا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بحسب إعلام محلية ووفق الأنباء المتداولة فإن الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في أمن تبسة حددت هوية شخصين تونسيين متورطين وحولت ملف القروي وشقيقه الى جانب الموقوفين للقطب القضائي الجزائري المتخصص في قسنطينه وكان القروي امضى اكثر من سته اشهر في السجن في تونس بتهم تبييض اموال وفساد قبل ان يصدر القضاء قرارا بالافراج عنه في يونيو الماضي مع استمرار التحقيق للحديث عن هذه التطورات وتبعات طبعا هروب القروي الى الجزائر من الجزائر ينضم الينا المستشار القانوني كورتل عبد الحفيظ استاذ عبد الحفيظ اهلا ومرحبا بك معنا في الاخبار الليله شكرا على قبول هذه الاستضافه قانونيا كيف سيكون مسار التحقيقات مع نبيل القروي وشقيقه والاشخاص الاخرين المتورطين بعمليه التهريب هذه شكرا وطبعا الجزائر دوله ذات سياده وتحكمها قوانين. الرجل بغض النظر عن شخصيته هو مواطن تونسي دخل الى الجزائر على غير قوانينها لم يدخل عبر البوابه الرسميه او عبر شرطه الحدود كما هو معتاد ولكنه فضل الدخول عبر متاهات المهربين كي يجد نفسه في الجزائر مقيما بطريقه غير شرعيه بعد ان دخل بمساعده اشخاص جزائريين وربما اشخاص اجانب من جنسيه تونسيه مثلا. القانون الجزائري واضح جدا في مثل هذه الحالات انت تعلمين بان كل حدود الجزائر تعيش اوضاعا سياسيه واقتصاديه صعبه جدا لذلك اعتقد بان هناك يقظه كبيره جدا من طرف مصالح الامن الجزائريه التي استطاعت ربما عبر جمع معلومات من الوصول الي القاء القبض على هذه المجموعه من الجزائريين وعلى هذا الشخص الذي قلت بأنه في نظر القانون بغض النظر عن شخصيته هو شخص مخالف للقانون حتى ولو كان رجل سياسة وحتى إذا كان رجل نفوذ ولكن دانفوط في مثل هذه الحال يعني يتم التنسيق مباشرة مع الجانب التونسي هل تجري المحاكمات أو تستمر المحاكمات والتحقيقات في الأراضي الجزائرية أم ربما مثلاً يصار إلى تسليمهم إلى الجانب التونسي مرة جديدة. طبعا اولا قبل كل شيء لابد ان يعرض على القضاء الجزائري لانه سجل ويحقق في مخالفه يعاقب عليها قانون 0811 عشر والقانون المتعلق بتنظيم دخول الاجانب الى الجزائر والاقامه فيها ثم بعد ذلك هناك اتفاقيه تبادل قضائي بين الجزائر وتونس بخصوص تسليم المطلوبين قضائيا او تسليم المحكوم عليهم في الجهات القضائيه بين الطرفين الجزائر استلمت مؤخرا شخص مطلوب للعداله في الجزائر هو من مسؤولي منظمه ارهابيه مطلوب في الجزائر من تونس, من تونس الان اظن بان هذه الاتفاقيه تمنح ايضا الحق لتونس التي اصدرت مذكره اعتقال بحق نبيل القروي بتاريخ 31 اوت الماضي يعني منذ ايام فقط من طرف القضاء التونسي وهو الان مطلوب للقضاء التونسي ولكن بعد ان يصفي طبعا وضعيته مع القضاء الجزائري الان هؤلاء الجزائريون الذين ساعدوا اذا ما حكم اذا ما تمت محاكمته على خرق القوانين لا، القانون, الجزائري. القانون الجزائري فيما يتعلق لاكمل السؤال لو سمحت يتعلق بموضوع الدخول بشكل غير شرعي الى الاراضي الجزائريه ما هي العقوبه نعم، لعلمك فقط أن القانون الجزائري يضع عدة حلول لأنه حتى إذا تقدم إلى مركز الشرطة ولم يكن يملك تأشيرة، كان بإمكان منحه تأشيرة عند مركز الشرطة، يعني قدم عدة حلول ولكن الرجل فضل أن يدخل عبر متاهات الجبال ومتاهات المهربين. قلت بأن الآن أطوار المحاكمة بالنسبة للأجنبي ستكون عقوبة الإبعاد التي يصدرها والي الولاية، الإبعاد إلى البلد الأصلي. أو على أقصى تقدير غرامة ولكن العقوبة القصوى ستكون لهؤلاء الجزائريون الذين طبقا للقانون طبعا قانون دخول الجزائر والإقامة فيها القانون يعاقب أكثر من يسهل دخول هؤلاء الأجانب يعاقب من عقوبة سنتين قد تصل العقوبة إلى عشرين سنة لكل من ساهم الدخول والإقامة والنقل وكل ما تبع ذلك من مساعدات لهؤلاء الأجانب الذين يدخلون الجزائر بطريقة غير قانونية القانون قلت صار بالنسبه للجزائريين اكثر ولكن بالنسبه للاجانب الذين يدخلون عقوبه الابعاد هي العقوبه التي ستقرر ضد كل اجنبي يدخل التراب الجزائري بطريقه غير قانونيه ثم يعرض على القضاء لانه ليس من مصلحه الجزائر ان تسجن اجانب ما عدا ما اذا ما تم ابعاده ثم عاد الى دخول الجزائر مره اخرى او اذا ابعد ورفض تسليم وثائقه اذا طب. ابعد ورفض الامتثال طيب اليوم يتم عرضهم نبيل القروي وشقيق وشقيقه ايضا على وكيل الجمهوريه في محكمه محافظه قسنطينه بعد هذا الاجراء قانونيا متى يتم التنسيق مع الجانب التونسي كيف يصار الى كل هذه الترتيبات التي كنت تتحدث عنها استاذ عبد الحفيظ بموضوع الابعاد الى البلد الذي قدم منه طيب هذا السؤال وجيه جدا اولا ساوضح لك في في عجاله انه إحالة الملف من محكمة تبسة أو تخلي قاضي التحقيق هذا محكمة تبسة وهي محكمة قريبة من الحدود التنسية إلى القطب الجزائري المتخصص اللي هو بعيد بمئات الكيلومترات لأنه اعتبرت الجريمة من الجرائم المنظمة هناك عدد من الجرائم ينظر فيها القطب الجزائري المتخصص وهي القضايا المتعلقة بالإرهاب وتبييض الأموال وقضايا المخدرات وقضايا الجرائم الجريمة المنظمة إذا اعتبرت كجريمة منظمة وأحيلت إلى القطب الجزائي المتخصص ثم سيفتح التحقيق قلت بأنه ربما سيجلب هذا التحقيق الكثير من الأشخاص أيضا إلى المحاكمة الآن التحقيق الابتدائي يقول بوجود امرأة وثلاث أشخاص ثم وجود أجنبيين لهما نبيل القروي شقيقه المحاكمة قلت بأنه لا جانب لا, لا يسجنون في الجزائر ولكن فقط العقوبة هي الإبعاد من الطعام نعم. الجزائري والغرامة نعم. المالية فقط ولكن العقوبة القصوى نعود نقول بأنها ستكون للجزائر الذين سهلوا نعم دخول وإقامة ونقل هؤلاء الأشخاص شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتوضيحات أيضا من الجزائر كنت معنا المستشار القانوني كورتل عبد الحفيظ شكرا لك أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل متحور جديد من فيروس كورونا أطلق عليه اسم مو وأوضحت المنظمة أن لدى هذا المتحور طفرات يمكن أن تنطوي على خطر مقاومة كل اللقاحات. في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الدول تسريع وتيرة التلقيح وتحقيق مناعة جماعية ضد فيروس كورونا، مخاطر المتحورات لا تزال متواصلة وهذه المرة مع المتحور مو. فبعد دلتا وألفا متحور جديد ينتشر في جنوب أفريقيا اسمه العلمي ب 1.621، دفع منظمة الصحة العالمية لدق ناقوس الخطر مشددة على وجوب مراقبته، جاء هذا في وقت حذر فيه كبار خبراء الصحة من وجود متحورات خطيرة يمكن أن تظهر مستقبلا والتي تتميز بسرعة الانتشار وإصابة الناس بشكل عشوائي. المتحور مو الذي ظهر لأول مرة في كولومبيا بنسبة إصابات تجاوزت 39% و13% في الإكوادور، يتميز بعدة طفرات قد تؤثر على صفاته وقدراته، وصنف كمتحور مثير للاهتمام وليس للقلق. منظمه الصحه العالميه اكدت وجود مؤشرات تبين قدره المتحور مو على مقاومه اللقاحات وهو ما يحتم اجراء مزيد من الدراسات لفهم خصائص هذا المتحور الذي يختلف تماما عن سابقيه يتميز بالطفرات التي يمكن ان تنطوي على خطر هروب مناعي ما يجعل فرضيه ضعف اللقاحات امامه امرا واردا من واشنطن ينضم الينا عبر زوم ستيوارت ريه بروفيسور في العلوم الطبيه في جامعه جونز هوبكنز اهلا ومرحبا بك بروفيسور معنا في الاخبار الليله بدايه ما حقيقه هذا المتحور الجديد لفيروس كورونا متحور مو وكم لديه بالفعل القدره على التهرب المناعي من جراء العدوى او حتى اللقاح Well, we see that this new uh, named variant uh, called Mew. فيه سمات تشكل مشكله فالاجسام المناعيه تصبح اقل قوه وفاعليه عندما تتعرض له فهو يشكل اثارا كبيره وكان الاثر الاكبر في كولومبيا وامريكا الجنوبيه بروفيسور اذا كان يشكل كل هذا الخطر المناعي لماذا صنف كمتحور مثير للاهتمام وليس مثير للقلق اعتقد انه في هذه المرحله عرفنا ان المتحورات المختلفه للفيروس تت... تنتشر بسرعات متفاوته، والدلتا كان له اثر كبير في كثير من الدول، ونعرف انه كان ذو اثر اكبر من المتحورات الاخرى، اما بالنسبه للمتحور الجديد فهو كسيارة سباق نعرف أنها فيها كل المواصفات لكننا لا نعرف أداءه إلا عندما نقارنه ونراقب أداءه علينا أن نتوخى الحذر ونرى إذا كان يشكل مشكلة أكبر مما كانت عليه دلتا التي ما زالت تشكل مشكلة كبيرة في كثير من الدول طيب هنا يعاد طرح موضوع جدلي كبير تأثير او حماية اللقاحات ضد فيروس كورونا وكل هذه المتحورات هل يمكن اعتبار اليوم بأن اللقاحات باتت تماما غير نافعه امام هذه الطفرات والمتحورات الجديده؟ أعتقد أننا علمنا أن اللقاحات ساعدت في تجنب كثير من الحالات المستعصية والوفيات وكولومبيا من اقل الدول بالنسبة لتناول المطاعيم وبالتالي اقل من نصف السكان وهذا ما جعل المتحور الجديد ينتشر وبالتالي وعليه فهو اثره كبير على مده العدوى وبالتالي اللقاح يؤثر على تقصير مده العدوى ويقلل من حده المرض وبالتالي لابد من نشر اللقاحات ونشرها وبالتالي فهي تحمي من شده المرض والوفيات اشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات من واشنطن عبر زوم ستيوارت راي بروفيسور في العلوم الطبيه في جامعه جونز هوبكنز شكرا لك. الى هنا تنتهي الاخبار الليله الى اللقاء.